مساء الخير، تذكروا هذا التاريخ جيدا، 6 يناير 2021. هذا اليوم سوف يكون يوما مشهودا في كتب التاريخ، وسوف يظل تاريخا مؤثرا في الولايات المتحدة وفي تاريخ العالم لسنوات مقبلة. عشان نعرف ليه هذا اليوم سوف يظل مهما لسنوات مقبلة، علينا بأمرين: الأول أن نوصف ما جرى، والأمر الثاني أن نحاول أن نتوقع ما يمكن أن يترتب عليه داخل الولايات المتحدة وخارجها. لكن قبل ما نوصف ونحاول نتوقع، نذكركم بما حدث في هذا اليوم. كان المقرر ليوم 6 يناير أن يشهد جلسة روتينية للكونغرس الأمريكي بغرفتيه الشيوخ والنواب، وهي جلسة روتينية لأنها تقر ما هو بديهي، وهو فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية. ليه فوز بديهي؟ لأنه فاز في التصويت الشعبي للأمريكان، وفاز في المجمع الانتخابي، وقادت المحاكم سواء محاكم الولايات أو المحكمة العليا بصحة هذه النتائج، وانتهى الأمر، وما تبقى فقط أن يوقع الكونغرس على هذه النتائج. لكن ما حدث أن الرئيس الأمريكي الحالي الذي تنتهي ولايته 20 يناير المقبل كان له رأي آخر. هذا الرأي لم يكن جديدا، هو يردد منذ أسابيع أن الانتخابات مزورة، وأنها سرقت، وأنه هو الرئيس الحقيقي للولايات المتحدة. كلام الرئيس الأمريكي ليس في الفضاء، هناك عشرات الملايين ممن يصدقونه. الرئيس الأمريكي فاز ب 75 مليون صوت. استطلاعات الرأي بتقول أن 86% منهم تصدق ما يذهب إليه الرئيس الأمريكي، ويؤمنون أن الانتخابات سرقت، وأن الفائز الحقيقي في الانتخابات هو دونالد ترامب. هذا الرجل جمع عشرات الآلاف من أتباعه في يوم 6 يناير بعد أن فشلت كل جهوده لتغيير نتائج الانتخابات، وذكرهم بأن الانتخابات كانت الأكثر تزويرا في التاريخ، ودعاهم للقتال من أجل استعادة حقوقهم واستعادة بلدهم، ودعاهم إلى أن يذهبوا إلى مبنى الكونغرس حيث تعقد الجلسة الروتينية التي قلت لحضراتكم عليها، ليضغطوا على أعضاء الكونغرس وتحديدا الجمهوريين لعدم إقرار النتيجة النهائية. وذهب هؤلاء يعني الجموع أو المؤيدين المشحونين، وحدث ما كان متوقعا، إنه هذه الجموع العدد منهم كبير، جماهير غوغائية، اقتحمت المبنى، ولما اقتحمت المبنى عطلت الجلسة، وتدخلت قوات الأمن واستدعت مزيدا من قوات الأمن لإخلاء المبنى، ثم سقط 4 قتلى، وتم إلقاء القبض على عشرات من المتظاهرين أو المقتحمين. ثم استأنف الكونغرس جلساته في اليوم التالي ليقر بفوز الرئيس جو بايدن، ويضطر الرئيس الأمريكي الحالي تحت الضغط ليقول أن يوم 20 يناير سوف يشهد انتقالا منظما للسلطة، لكنه يتمسك برأيه بأنه مؤمن بأن الانتخابات مزورة، وأنه ما زال لا يعترف بفوز جو بايدن. ده ملخص ما حدث. نحاول نوصفه. علشان نحاول نوصفه أقدر أختصر لكم توصيف ما جرى على ألسنة كل السياسيين والمتابعين وكبار الكتاب داخل وخارج أمريكا في 3 كلمات: سيديشن، انسيركشن، كوديتا. ما هو السيديشن؟ التحريض. المقصود السيديشن في يعني القاموس السياسي أنه السياسي، وفي هذه الحالة هو الرئيس ترامب، يسعى إلى حشد الجموع وتحريض الجموع على عصيان والتمرد على السلطة الشرعية القائمة، وهذا ما فعله يوم 6 يناير، وطبعا سبقوا وسائل مختلفة من التحريض. أما الانسركشن اللي هو عبارة عن التمرد نفسه، إن الجماهير تقوم بالتمرد والعصيان ومخالفة القوانين، وهذا ما فعلته باقتحام مبنى الكونغرس، واضطر السلطات إلى فرض حظر تجوال لساعات طويلة. دول أكثر تعبيرين، وأقدر أقول لكم مثلا إنه التعبير اللي استخدمه الرئيس المقبل جو بايدن كان السيديشن والإنسركشن، والإنسركشن هو التعبير الذي استخدمه الرئيس الأسبق جورج بوش، اللي قال وسط ذهول وصدمة يشاركه
فيهم يعني الكثير من زعماء العالم أنه ما جرى لم يكن إلا تمردا لا يليق إلا بجمهوريات الموز. وما هي جمهوريات الموز؟ المقصود بها الدول، دول العالم الثالث، دول العالم المتخلف الذي تكثر فيه الانقلابات، الدول الهشة الضعيفة اللي بيتولى فيها السلطة من يستطيع أن يسيطر على مبنى البرلمان أو القصر الرئاسي أو يعني يصل إلى الإدارة العامة للقوات المسلحة في هذا البلد. على العموم التعبير الثالث، التوصيف الثالث هو الأكثر شيوعا والأكثر درامية، وهو كوديتا أي انقلاب. الحديث عن انقلاب أو محاولة انقلاب في الولايات المتحدة وهو يكاد يكون ضرب من ضروب الخيال العلمي، لم يكن أحد أبدا يعني قبل شهور من الآن يمكن أن يتخيل أنه يجري الحديث عن محاولة انقلاب داخل الولايات المتحدة. لكن الحقيقة الحديث عن انقلاب داخل الولايات المتحدة بيجري منذ أسابيع، بيجري على ألسنة مين؟ أنا ما بتكلمش على مثلا مدونين هواة ولا كتاب صغار ولا صحف صفراء، أنا بتكلم على مخاوف على ألسنة مسؤولين سابقين كبار، ومخاوف بيعبر عنها محللين وصحفيين يعني كبار جدا في صحف كبيرة جدا. وعلشان أختصر الوقت، لأنك أنت لو كتبت كوديتا الولايات المتحدة هتكتشف أن هذه المخاوف جاءت من مصادر وشخصيات كبيرة جدا ومحل احترام. أعطيكم مثال واحد لأدلل به على أن الخوف من محاولة انقلاب كانت على ألسنة أكبر مسؤولين في الولايات المتحدة منذ أيام وأسابيع. 10 وزراء دفاع سابقين كتبوا يوم 3 يناير الماضي بيانا وقعوه، حذروا، كتبوه في صحيفة الواشنطن بوست، يحذرون الجيش من أي محاولة للتدخل في تغيير الانتخابات. وقالوا كده موجهين كلامهم إلى الجنرالات وقادة البنتاغون: وقت التحقق من صحة الانتخابات قد مضى وولى. ليه مضى وولى؟ لأن الانتخابات قد عقدت على المستوى الشعبي، تصويت المواطنين الأمريكان، وتجاوزنا هذه المرحلة وتم تقديم الطعون ونظرتها المحاكم وحكمت بعدم صحتها، ثم انتقلنا إلى المرحلة الثانية اللي هو المجمع الانتخابي وحسم الأمر وصوت إلى جو بايدن وانتهت المسائل ولم يتبقى إلا إجراء شكلي سوف يتم. كان الكلام ده يوم 3 يناير، سوف يتم يوم 6 يناير. وحذروا البنتاغون تحذيرا شديدا من أي محاولة للالتفاف على نتائج الانتخابات الشرعية. طيب في سؤال، ليه 10 وزراء دفاع؟ ليه مش 9؟ ليه مش 11؟ وإيه اللي دفعهم إلى إصدار هذا البيان العجيب الغريب؟ هم 10 لأن 10 دول هو عدد كل وزراء الدفاع السابقين على قيد الحياة، وهم لما تيجي تشوفهم هتجد إن هم حكموا أو تولوا هذا المنصب بالتتابع لمدة 50 سنة ماضية، يعني من سنة 70 وإلى الآن. ليه كتبوا هذا البيان؟ لأن في أخبار متواترة من مصادر محترمة ومهمة، وفي مؤشرات على أن الرئيس الأمريكي الذي استنفذ كل الوسائل الممكنة في محاولته لتغيير نتائج الانتخابات، الرئيس الأمريكي غير مصدق أنه خسر ومصر ويكرر حتى هذه اللحظة: لن نستسلم لهذه النتيجة، هذه انتخابات مزورة. وبالتالي سعى بكل الوسائل، الوسائل القانونية، شبه القانونية، الوسائل غير القانونية. الوسائل القانونية يعني أنه يلجأ إلى المحاكم، وفي حدود معلوماتي 50 قضية مختلفة كلها رفضت في محاكم الولايات وفي المحكمة العليا. شبه القانونية، ودي كثيرة جدا، محاولة الضغط على المسؤولين في الولايات لإعادة النظر وإعادة الفرز، وقد فرزت مثلا ولاية جورجيا اللي هي كان فيها جدل كتير 3 مرات وانتهت بنفس النتيجة. الوسائل غير القانونية إنه يجري مكالمة يهدد فيها سكرتير ولاية جورجيا ويقول له أنا عاوزك تلاقي لي 11870 صوت. ليه الرقم ده؟ ده الرقم اللي هيخليه يفوز على جو بايدن، وإذا فاز على جو بايدن سوف يفتح ذلك ملفات ولايات أخرى، أو يعني يبقى سبب للطعن في نتائج الانتخابات.
انه يضغط على نائب الرئيس الامريكي اللي هو بنس الذي سوف يتولى بحكم منصبه مجلس الشيوخ علشان لا يقر بنتائج الانتخابات، ويضطر بنس انه يصدر بيان انه لن يفعل ذلك لان ده بيتعارض مع واجباته الدستوريه. ثم الاكثر من ذلك انه تتوارد انباء مختلفه انه بيبحث خيارات انه يقحم الجيش في هذا الخلاف حتى لا يقوم ب تسليم أو بالتسليم بنتائج الانتخابات. وتواترت أنباء على سيناريوهات مختلفة يدخل بها الجيش على هذه الساحة الخلافية وبالتالي يغير نتائج الانتخابات، إنه يعلن الأحكام العرفية، إنه يعني يثير الناس فتنزل إلى الشوارع فتحدث فوضى فيكون مضطر إلى يعني إعلان الأحكام العرفية وبالتالي نزول الجيش وبالتالي يعني تعطيل نتائج الانتخابات. هذا على هذه الخلفية بدأ الكثير يتحدثون عن هذا الخطر المحدق. ثم كتب 10 وزراء دفاع مقالهم في صحيفة واشنطن بوست، وأنا حاطط لحضراتكم مراجع الحلقة كالعادة تحت العنوان الثاني للحلقة. عموما أي كلام أو مخاوف قبل يوم 6 أصبحت مجرد ماضي لأنها قد تحققت يوم 6، وبدأ الناس ما حدث في محاولة لتوصيف ما جرى يوم 6 على أنه يعني توصيف دقيق أو هو فعلا يعني ترجمة دقيقة إلى محاولة انقلاب، ليس إلا محاولة انقلاب من وجهة نظر عدد كبير من السياسيين وأساتذة العلوم السياسية والمؤرخين. هو إيه الانقلاب؟ دي مشكلة تانية، لكن أبسط تعريف للانقلاب إنه محاولة إلى تغيير السلطة القائمة بشكل مفاجئ وغير قانوني. طيب اللي حصل يوم 6 ايه؟ انه جموع الناس الغاضبة ذهبت الى الكونغرس في محاولة لتعطيل الجلسة، جلسة اعضاء المشرعين يعني اللي هتقر بفوز بايدن، ونجحت في ذلك بالفعل لولا تدخل قوات الامن. فهي كانت محاولة والضغط على اعضاء الكونغرس لعدم الاقرار بنتيجة قانونية. عموما اساتذة العلوم السياسية والسياسيين دخلوا في خلافات او في جدل دقيق حول اي نوع من الانقلاب تم يوم 6 يناير. وفي انواع في انواع كثيرة من الانقلابات، ومثلا معهد زي كلاين سنتر فور ديموكراسي التابع لجامعة إلينوي عنده مشروع متخصص في دراسة الانقلابات حول العالم، عنده 12 نوع من الانقلابات. يبدأ من الانقلابات اللي بيسموها سلف كو. ايه السلف كو ده؟ انه الرئيس الموجود يحاول يضعف من سلطات الأجهزة الأخرى، السلطة القضائية والسلطة التشريعية بأكثر من وسيلة، إنه يعلن مثلا قانون الطوارئ بدون مبرر أو الأحكام العرفية بدون مبرر علشان يسلب هذه الجهات المختلفة أو السلطات المختلفة صلاحيتها وبالتالي ينفرد بالسلطة، وصولا بأنواع مختلفة من الانقلاب إلى الانقلاب العسكري اللي هو مشهور ومعروف في العالم كله. أنواع الانقلاب دي عاوزة حلقة لأنه يعني ليها قصة وفيها كلام يستحق ان احنا نعرفه، بس يعني ده مش موضوعنا النهاردة. على كل الأحوال كان في خلاف على خصائص الانقلاب او محاولة الانقلاب التي جرت يوم 6 يناير، لكن لم يكن هناك خلاف على ان ما جرى كان صدمة ولطمة للإمبراطورية الأمريكية وصورتها في الداخل وفي الخارج. ما لحق بالولايات المتحدة وسمعتها سوف يظل مؤثرا عليها لعشرات السنوات المقبلة. وده بيأخذنا بقى لمحاولة توقع تأثير ما جرى على الداخل الأمريكي وعلى علاقة الولايات المتحدة بالعالم الخارجي. على الداخل الأمريكي احنا أفردنا له أكثر من حلقة، لا أريد أن أكرر نفسي، ولكن أنا ذكرتها في حلقة بعنوان الولايات المنقسمة الأمريكية، وحلقة أخرى كيف يمكن أن يحكم ترامب الولايات المتحدة من بيته بعد أن يخرج من البيت الأبيض. أستأذنكم أن ترجعوا للحلقتين دول وحلقة سيناريوهات الانتخابات الأمريكية علشان ما أكررش نفسي. ولكن باختصار شديد، وانا حاطط برضو لينك الحلقات في مراجع الحلقة، ولكن باختصار شديد سواء ايا كان مصير دونالد ترامب سوف يظل هذا الرجل كابوس يطارد الرئيس المقبل ويؤثر على قراراته.
ايه هي السيناريوهات اللي ممكن تحصل للرئيس الامريكي؟ تخيلوا معايا اي سيناريو. السيناريو الاولاني انه الرئيس الحالي والحزب الديمقراطي وكل خصوم ترامب ينجحوا في جرجرته الى المحاكم بجرائم مختلفة، سواء كانت محاولة انقلاب، سواء كانت سيديشن تحريض، سواء كانت التورط في عصيان الى اخره، ايا كان، او على جرائمه الاخرى لتتعلق بالضرائب او المخالفات المالية او التحرشات الجنسية او التعاون مع يعني الجهات الروسية، أيا كانت الجرائم التي يمكن أن تثبت وتجرجره إلى المحاكم. السيناريو سوف يكون أنه هذه القضايا سوف تستغرق شهور وربما سنوات، وسوف تحظى بتغطية إعلامية كبيرة جدا، وسوف تستدعي فتح كثير من الملفات بعدها كلاسيفايد يعني سري للغاية، وسوف تأتي يعني تستدعي تورط آخرين وتكشف كثير من المسطور، سواء من المسؤولين الحاليين أو المسؤولين السابقين، وتطول المسائل وتغرق أمريكا في دوامة من الفضائح. القصة دي شبيهة بما حدث في بداية السبعينات لما الرئيس فورد بعد فضيحة ووترغيت وجد نفسه قدام مأزق. نيكسون متورط في جرائم كذب وتجسس إلى آخره، جرائم كبيرة جدا، لكن في نفس واستخدام سوء استخدام سلطة، كلها جرائم تستوجب أن الرجل ده يقف ويلقى جزاؤه. لكن فورد اكتشف أنه إذا فعل ذلك فإن أمريكا اللي كانت بتعاني من انقسام كبير جدا بسبب فضيحة ووترغيت سوف تظل لسنوات غارقة في هذه المشاكل، ما يؤثر على الجبهة الداخلية ويؤثر على مكانة الولايات المتحدة في العالم الخارجي. ولذلك قرر أن يغامر بعفو على نيكسون، ليس حبا في نيكسون ولكن رغبة منه في إنقاذ الولايات المتحدة من الدوامة التي قد تغرق فيها. نفس الشيء هيواجه جو بايدن إذا قرروا جرجرة هذا الرجل إلى المحاكم، وخصوصا أنه كان نيكسون شعبيته في الأرض، إنما ترامب عنده 75 مليون واحد أيدوه، منهم عشرات الملايين عندهم ما يوصف بأنه كالت بيرسوناليتي كالت، يعني عبادة لشخصه، ودي قصة شرحنا أسبابها قبل كده. وبالتالي المسألة لن تكون سهلة على الولايات المتحدة. ما يجعل هذا الخيار أكثر صعوبة إن أمريكا بتعاني من وباء كوفيد-19 التي فشلت في التعامل معاه، عندها متاعب اقتصادية كثيرة، عندها مجتمع منقسم بعيدا عن توريط ترامب في محاكم تزيد من هذا الانقسام، عندها تحديات خارجية، ملفات كثيرة. آخر ما تحتاج الولايات المتحدة أن تفتح على نفسها ملف آخر للانقسام بمحاكمة هذا الرجل. طيب الخيار الثاني إنه هو يتركوه وشأنه. إذا تركوه وشأنه ترامب لن يتركهم وشأنهم. ترامب الحاجة الوحيدة اللي أعلن عنها ويوم 7 يناير إنه سوف يكون هناك أوردر لترانزيشن، مش حتى سويفت، مش سلس، يعني هيكتفي بالحد الأدنى إنه الانتقال، يعني إنه سوف يخرج من البيت الأبيض. لكنه لم يقر بصحة الانتخابات، لم يقر بشرعية الرئيس الحالي الرئيس المقبل جو بايدن. من المرجح جدا انه سوف يكون زي ما بيتوقع الدكتور عبد المنعم سعيد استاذ العلوم او يعني عالم السياسه المرموق والكاتب المعروف، انه يكون ترامب يصبح زعيم لاكبر كتله معارضه حقيقيه في الولايات المتحده. يعني حقيقيه لانه عنده 75 مليون واحد بيتبعوه. المعروف والمألوف أنه إذا كان في رئيس ديمقراطي أهم معارضة بتكون المعارضة الجمهورية، وإذا كان في رئيس جمهوري أهم معارضة الكتلة الديمقراطية. في حالة جو بايدن هتكون أهم معارضة لن تأتي من الحزب الجمهوري المنقسم والمأزوم، ولكن سوف تأتي من المعارضة التي يمكن أن يشكلها ترامب. طب وما هي المشكلة؟ المشكلة أن ده دونالد ترامب رجل عنده كثير من أساليبه الغوغائية الشعبوية، رجل لا يتورع عن الكذب، رجل لا يتورع عن الإثارة، رجل لا يتورع عن إلهاب مشاعر الناس، ولا يعدم من يصدقه، عنده كتير يصدقه. ولذلك حتى المثل ما أنا كنت لسه بكلمكم على الدكتور عبد المنعم سعيد، هو بيقول لي إن الرجل ده ممكن تكون نوع المعارضة بتاعته معارضة خاطرة جدا. يعني مثلا إذا نجح
جو بايدن في عقد اتفاق ما مع إيران، أيا كان الاتفاق اللي هيصل إليه، هيكون من السهل جدا على ترامب مش أنه يقول أن ده هذا خطأ أو صواب، ولكن سوف يعتبر ذلك خيانة للولايات المتحدة، وبالتالي كثيرين من أتباعه يصنفون ذلك على أنه خيانة للولايات المتحدة. إذا مثلا حصل عجز تجاري، وأمريكا بتعاني من عجز تجاري وعجز في المدفوعات نتيجة خلل في اقتصادها، سوف يعتبر أن ذلك دليل على فشل الإدارة الأمريكية التي تغدق أموالا على دول غنية تسرق الولايات المتحدة زي ألمانيا واليابان إلى آخره. حتى الإجراءات العادية، أمريكا بتدفع مساعدات لحلفائها منذ عشرات السنوات ومنهم مصر مثلا. ليه مصر؟ لأن الرئيس الأمريكي منذ شهرين تقريبا قال حاجة غريبة جدا، أن مصر تحصل على مساعدات أمريكية علشان تشتري بها أسلحة روسية. هو كرئيس أمريكي يعلم أن هذا مستحيل وهذا لا يحدث، ومصر بالنسبة له بلد يعني كمان حليف، وأن علاقته بالرئيس المصري علاقة قوية، فما بالكم لو كانت هناك خلاف أو ضغينة. اللي عاوز أقوله أنه هذا الرجل بوضعه الحالي سوف تكون معارضته خاطرة جدا على الجبهة الداخلية الأمريكية اللي هي أصلا منقسمة وفراكتشرد، والرئيس الأمريكي عنده أولويات وأعباء كثيرة جدا في محاولة إصلاح ما أفسده الرئيس ترامب. على الساحة الخارجية هنجد أن ما حدث يوم 6 يناير هيكون له أثر بالغ جدا، يعني ما لحق بسمعة الولايات المتحدة صعب أنه هو يندمل أو يشفى خلال شهور أو سنوات. هل تستطيع الولايات المتحدة أن تعطي دروسا لدول العالم الثالث وغيرها في الالتزام بروح القانون وفي الديمقراطية؟ وقد حدث اعتداء على الكونغرس يوم 6 يناير في محاولة لتغيير نتائج الانتخابات بوسائل غير قانونية. عشان تتخيلوا يعني قد ايه ده ممكن يكون مؤثر على سمعة الولايات المتحدة وقدرتها على اقناع الناس بما كانت تقنعهم به في السنوات الماضية. اقروا جلوبال تايمز، ودي صحيفة صينية تصدر باللغة الانجليزية وبتعبر عن توجهات الصين. الصين في اول رد فعلها، اسف، جلوبال تايمز في اول رد فعلها ذكرت الناس بالموقف الامريكي من اقل من سنتين لما تم اقتحام البرلمان في هونغ كونغ. وقتها الصين اعتبرت أن هذا نوع من الهمجية والفوضى، لكن الأمريكان ووزارة الخارجية الأمريكية هنأت المقتحمين وشكرتهم على شجاعتهم في مقابلة الطغيان. بتقول لهم دلوقتي طب ذوقوا بقى يعني اللي انتوا كنتوا بتقولوه، انتوا ليه ما بتشكروش المتظاهرين اللي اقتحموا البرلمان أو الكونغرس الأمريكي؟ بلد زي إيران وجدت إن ما تم دليل على إنه ده رئيس يعني طبعا مختل، وإنه الديمقراطية الأمريكية دي ديمقراطية هشة بلاش تدونا دروس. وبالتالي سمعة أمريكا وخصوصا من جانب خصومها هتجد يعني لحق بها كثير من الأذى. طيب بعيدا عن هذا الأذى وهو أمر مهم، روسيا طبعا هيكون لها رأي، الهند لها رأي، دول كتير، دول الشرق الأوسط كلها يبقى صعب إقناعها بما كانت تقنعه به الولايات المتحدة من قبل. على صعيد التحديات الخارجية هنجد أنه الرئيس الأمريكي المقبل هيلاقي نفسه قدام ملف، سواء يعني عفى عن دونالد ترامب أم أم لم يعفو عنه، يعني سواء يعني جرجره إلى المحاكم أم إنه واجهه كمعارض. وطبعا دونالد ترامب بيستعد لانتخابات جديدة في سنة 24. في كل الأحوال هيجد الرئيس الأمريكي نفسه إذا ترك دونالد ترامب هيجد نفسه إنه مشغول بعشرات الملفات والفخاخ التي يضعها له دونالد ترامب. وبالتالي ده معناه حاجة من اتنين، إما إنه يشغلوا عن التحديات الخارجية وما أكثرها، تحدياته مع الدول الكبرى الصين وروسيا أو الدول الإقليمية اللي بتمثل له صداع زي إيران زي تركيا زي كثير من الملفات في العالم، وده سوف يضعف أمريكا التي تعاني من تراجع في نفوذها على الساحة الدولية. ولن يقصر الدول الأخرى الكبيرة ديت في أن تستغل تراجع وانشغال الولايات المتحدة علشان تتوسع على حسابها، أو يسعى ويفكر الرئيس المقبل كما فكر كثير من الرؤساء أنه يحاول أنه يشغل الرأي العام الداخلي بافتعال
خطر خارجي والاحتشاد خلفه، وده عمله كتير من الرؤساء الأمريكان. ده يقتضي أن يحدد هدف يبدو بالنسبة له سهل، ويخوض عملية عسكرية ويبدأ حربا علشان يجمع كل الجبهة الداخلية، وعليه في هذه الحالة أن يختار هدفا يمكن أن يكون مقنعا للأمريكان. من يكون هذا الهدف؟ وكم تكلفته؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة تحمله؟ ومن يدفع تكلفة يعني محاولة الرئيس المقبل جمع أو لم الجبهة الداخلية على حسابه؟ كل ديت أخطار يمكن أن تترتب نتيجة ما حدث يوم 6 يناير. 6 يناير طبعا ليس إلا رمزا للسياسات المتراكمة للرئيس الأمريكي الذي سوف يظل حاضرا سواء في السلطة أو خارج السلطة، ومعه ومع التطورات في الولايات المتحدة يكون لنا حلقات أخرى إن شاء الله. أشكركم وإلى اللقاء.